تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قالت مصادر مطلعة إن مسلحا من داعش قتل وجرح آخران في مواجهات مع قوات سوريا الديمقراطية في حي غربي مدينة الرقة شمال شرقي سوريا. وأوضح المصدر أن المسلح قتل برصاص قناص تابع لقوات سوريا الديمقراطية في حي اليرموك غربي الرقة. قال الجنرال الأمريكي ستيفن تاونسوند قائد قوات التحالف التي تقاتل التنظيم في العراق وسوريا في إفادة صحفية يوم الثلاثاء، قال إن الحرب بعيدة عن نهايتها في العراق رغم استعادة مدينة الموصل من احتلال داعش، موضحا أنه لا يرى تقليصا كبيرا في عدد الجنود الأمريكيين بعد طرد داعش من المدينة. وأضاف أنه باستعادة الموصل قد يزيد التحالف من موارده، ومنها جهود الاستطلاع والدعم بالضربات الجوية للمساعدة في استعادة الرقة في سوريا. أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية بأن قضاء تل عفر غرب مدينة الموصل يشهد انقلابا داخليا لتنظيم داعش عقب إعلان قتل زعيمه، مشيرا إلى بدء حملة اعتقالات واسعة في صفوف مؤيدي أبو بكر البغدادي. وأفاد المصدر في وقت سابق بأن داعش أعلن في بيان مغتضب جدا قتل زعيمه المدعو أبو بكر البغدادي. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني يوم الثلاثاء إن الاتحاد يحترم المراجعة الأمريكية للاتفاق مع إيران المبرم في عام 2015، لكنها ستوضح لواشنطن أنه كان اتفاقا دوليا أقرته الأمم المتحدة. وقالت موغريني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الاتفاق النووي لا يخص بلدا واحدا، بل إنه يخص المجتمع الدولي ويجب التأكد من استمرار تنفيذه. دعت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي صناع السياسات في أنحاء العالم إلى محاولة استخدام موقع تويتر للتواصل مع الجمهور. وقالت لاغارد إنه في الوقت الراهن يتواصل بعض الزعماء السياسيين بشكل يكاد لا يخرج عن 140 حرفا، مشيرة إلى الحد الأقصى لحجم التدوينة الواحدة على موقع تويتر. أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مشروع مجمع دبي للأغذية التابع لدبي القابضة في مدينة دبي لتجارة الجملة بكلفة قدرها 5.5 مليار درهم، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز دولي رائد لتجارة وإعادة تصدير المواد الغذائية. كما يهدف المجمع إلى توفير بيئة جاذبة للتجار والمستثمرين في قطاع الأغذية. نهاية الموجز، في أمان الله.